بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي الجزء الثامن من Molecular Symmetry، وهيكون ده الجزء الأخير إن شاء الله في شرح الـ SN Symmetry Element. والمثال اللي معانا هو ترانس دايكلورو إيثيلين. تمام، المركب ده بلانر، ولما نشوف المركب هنلاقي إن احنا نقدر نحط C2 axis في الموقع ده between الكربون والكربون الأخرى. تمام، طبعا احنا الدايركشنز بتاعتنا زي ما احنا رسمينها كده، الاكس والواي على البلين بتاع الصفحه، والزد هو للخارج في اتجاهنا. فالسي 2 بتاعتنا هتكون في اتجاه زد دايركشن، بحيث ان احنا لما نعمل دوران 180 درجه السي ال 1 هتيجي مكان سي ال 2 والاتش 1 هتيجي مكان الاتش 2. تمام، المفروض ان ما فيش سي 2 في الدايركشن بتاع الاكس ولا في الدايركشن بتاع الواي، لان لو عملنا دوران 180 درجه في المكان ده السي ال 1 هتلف وتيجي مكان الاتش 1، وطبعا في الحاله دي لفت وجت مكان ذره مش مماثله ليها، فاصلا الدوران غير مسموح. اذا ما ينفعش نحط سي 2 اكسس في الدايركشن ده، لكن احنا هنحط. تمام، وهنعمل سي 2 اوبريشن عليه، هتيجي السي ال 1 مكان الاتش 1 والاتش 2 هتيجي مكان السي ال 2 زي ما هو موضح امامكم في الشكل رقم 2. نعمل سيجما plane of reflection على عمودي على ال C2 بتاعتنا اللي احنا حطيناها افتراضيا. تمام، ال H1 اللي على اليمين دي هتنعكس وتتحرك تيجي في البوزيشن بتاع ال CL2، وال CL1 اللي تحت هتنعكس هي كمان وتيجي مكان ال H2. يبقى شكل المركب النهائي زي ما انتم شايفين على اليمين. يبقى احنا هنا وصلنا للمركب النهائي شكله مماثل تماما للمركب اللي احنا بدأنا بيه، لكن الاتومز غيرت مكانها. اذا ال two operations اللي احنا عملناهم ورا بعض اللي هي CN و sigma H عمودية على CN اللي احنا اخترناها وصلنا المركب مماثل للمركب اللي بدأنا بيه. اذا SN هنا موجودة بشكل صحيح، يبقى عندنا S2 موجودة في المركب بتاعنا. تمام، وكنا اتكلمنا عن العلاقات في الفيديو السابق، العلاقات بين السيمتري elements المختلفة، والنهاردة هناخد علاقة بتربط بين ال SN وال I، وهنثبت فيها ان ال S2 بتكافئ ال I، يعني S2 operation في المركب بتكافئ ال I. يعني لما نشوف مركب موجود فيه S2 فعلى طول نعرف ان المركب ده فيه I، فيه point of inversion. طبعا وجود symmetry elements معينة في المركبات ده بيعرفنا حاجات معينة ولو applications هنعرفها ان شاء الله بعد ما نتقدم شوية في المنهج. تمام، فاحنا هنثبت دلوقتي ازاي ال S2 بتساوي ال I. لو احنا عندنا مركب وداخل المركب بتاعنا رسمنا الاكسس بتاعتنا، ادي الاكس وادي الواي وادي الزد. طبعا احنا هنا هننبه على ان احنا مستخدمين النوع التاني او الشكل التاني اللي نبهتلكوا عليه قبل كده بتاع المحاور. فالمحور اللي هنا اليمين هو الاكس، والمحور ده هو الواي، والمحور ده هو الزد، والامتداد بتاعهم هو السالب بتاع كل واحد فيهم. تمام، فلو جينا على المركب بتاعنا واخترنا نقطة اي اتوم فيه، تمام، اللي نفترض ان الاتوم هتكون في المكان ده والموقع بتاعها اكس واي وزد، لانها طبعا بتقع في اتجاه المحاور الموجبة. تمام، وعملنا سي 2 في اتجاه الزد دايركشن، يعني على المحور ده حطينا سي 2، فهنعمل دوران ب 180 درجة. فلما نعمل تدوير 180 درجة حوالين هذا المحور، النقطة دي هتنتقل 180 درجة وتيجي هنا. لما تيجي هنا اصبح الاحداثيات بتاعتها سالب x وسالب y وسالب z، لان هي جت في اتجاه الامتدادات السالبة بتاعت المحاور x و y. تمام، لكن لازالت في الاتجاه الموجب بتاع z، لازالت لفوق. تمام، فاول حاجة عملنا C2 داخل المركب، بعدين هنعمل سيجما اتش عمودية على السي 2 بتاعتنا. احنا السي 2 واخدينها في اتجاه الزد دايركشن، فالسيجما اتش العمودية عليها هتكون اكيد في الاكس واي بلين. تمام، فلما نعمل ريفليكشن على الاكس واي بلين النقطة دي هتنعكس وصورتها هتبقى تحت، ويصبح الاحداثيات بتاعتها سالب اكس لانها اصبحت في الاتجاه السالب للاكس، وسالب واي كمان وسالب زد. فاحنا لو عملنا على المركب بتاعنا سي 2 وبعدين عملنا له سيجما اتش، يعني عملنا التو اوبريشنز دول على بعض، فاحنا عملنا اس 2. تمام، نيجي نقارن ده بنفس المركب بتاعنا. لو احنا عملنا المركب اي، او اكتشفنا ان المركب بتاعنا فيه اي بوينت اوف انفرجن،
فمعنى ال point of inversion يعني نفس الاتوم بتاعتنا اللي احنا واخدين عندها الاحداثيات بتاعتها x y و z في الاول، هنوصلها بخط مستقيم بنقطة الاصل ونمشي على امتداد الخط المستقيم ده نفس المسافة في الجهة الاخرى، فهنوصل للنقطة اللي هتكون مكافأة ليها اتوم تانية مماثلة ليها. تمام، النقطة الجديدة هتكون الاحداثيات بتاعتها سالب x وسالب y وسالب z. لما نقارن بين النتيجة النهائية، كنا بادئين بنقطة هنا وانتهى بينا الوضع عند سالب x وسالب y وسالب z، نفس الكلام مطابق لو اجرينا عملية point of inversion داخل المركب بتاعنا. تمام، فاذا ال S2 بتدينا نتيجة مكافئة تماما لل I. تمام، فدي اول علاقة. تاني علاقة هنعرفها هي ان S2 تربيع بتساوي I تربيع بتساوي E. يعني ال S2 لما نعملها مرتين، نعمل الاوبريشن دي مرتين، بيساوي ان احنا نعمل ال I operation مرتين، وده هيوصل المركب في الاخر لان احنا نوصل للايدنتيتي بتاعته. تمام، وده كمان هنثبته دلوقتي. اول حاجة هنشوف يعني ايه S2 تربيع. S2 تربيع يعني هنعمل الاوبريشن بتاعتنا C2 تربيع في سيجما 2 تربيع، يعني هنعمل الاوبريشن C2 مرتين وبعدين نعمل سيجما H مرتين. ازاي هنطبق الكلام ده؟ ادي نفس المركب بتاعنا اللي احنا بادئين بيه، وادي الاكسس جواه، وادي النقطة اللي احنا مختارينها زي ما هي الاحداثيات بتاعتها اكس واي وزد. لما نعمل C2 مرتين، فاحنا واخدين الاكسس بتاعنا في اتجاه الزد. تمام، C2 زد، فلما نعمل C2 مرة واحدة انتقلت النقطة 180 درجة وجت هنا. تمام، لما نعمل C2 كمان مرة هتلف وترجع للموضع الاصلي بتاعها. تمام، فأصبحت النقطة معانا لسه في مكانها الأصلي بعد ما عملنا C2. نبتدي نعمل سيجما 2، فأدي النقطة بتاعتنا. لما نعمل سيجما بلين اوف سيمتري عمودي عليها على الأكسس بتاعنا اللي كان موجود، فهيكون البلين في الإكس واي بوزيشن، فنعمل ريفليكشن عليه، فالنقطة هتنعكس من فوق وتيجي تحت بالطريقة دي. تمام، فأول انعكاس أول سيجما معانا هيكون النقطة هنا. لما نعمل سيجما كمان مرة، يعني هنعمل انعكاس على نفس البلين كمان مرة، فهترتد النقطة من تحت وترجع لموقعها الأصلي مرة أخرى، ويصبح المركب بدأنا بالنقطة بتاعتنا هنا وانتهينا بيها في نفس الموقع بالظبط، فدي هي نفسها في نفس الموقع ما بدلتش مع حد، فدي الايدنتيتي بتاعت المركب، رجعنا الوضع الأصلي تماما. فلحد دلوقتي احنا أثبتنا ان ال S2 مرتين اللي هي بتكافئ C2 مرتين مضروبة في سيجما مرتين هيوصلنا للايدنتيتي. ادي المركب بتاعنا وادي النقطة بتاعتنا زي ما هي، وهنعمل point of inversion داخل المركب، هنوصل خط لنقطة الاصل ونمشي على نفس الاستقامة نفس المسافة. تمام، نفس البعد ما بينها وما بين نقطة الاصل، هنمشي في الجهة الاخرى على نفس الاستقامة، فنوصل لان ال point of inversion بتاعتنا هتحول النقطة دي من الاحداثيات دي وهتجيبها هنا. تمام، فدي اول اي. لما نعمل اي كمان مرة احنا اصبحنا هنا، نعمل انفيرجن كمان مرة، هنمر بنفس نقطة الاصل ونمشي على نفس الاستقامة، فنرجع لنفس الوضع الاصلي بتاعنا في بداية ما بدأنا في المركب. يبقى بعد اجراء اي مرتين رجعنا للوضع الاصلي الايدنتيكال بتاع المركب بتاعنا. فاحنا دلوقتي اثبتنا فعلا ان S2 سكوير بتساوي I سكوير بتساوي E. تمام، ايه الحاجة الاخيرة اللي تهمنا ان احنا نعرفها عن SN او عن اي symmetry elements؟ ان في بعض symmetry elements بتقدر تعمل generation. يعني ايه تعمل generation؟ يعني تطلع منها بطريقة حسابية بقية symmetry elements او مجموعة كبيرة من symmetry elements الاخرى الموجودة في المركب. فمثلا SN can generate a set of N operation لما تكون ال N دي even number. يعني لو عندنا مثلا S6، ده المثال اللي احنا هنبدأ بيه، هيطلع لنا 6 operations، 6 عمليات. ازاي هنعملها؟ هنتعلمها حالا. والحاجة التانية ان SN أس N في حالة ان N دي even لازم يساوي ال identity. عندنا S6
فالاس 6 بتساوي سي 6 مضروبة في السيجما، تمام. طب اس 6 مرتين، اس 6 تربيع، يعني معناها سي 6 تربيع مضروبة في السيجما تربيع. سي 6 تربيع يعني دوران بزاوية، دوران 60 درجة، وبعدين 60 درجة، يبقى دوران 60 درجة مرتين، يعني معناها دوران 120 درجة. يعني انت تقدر مباشرة تعوض عن السي 6 مرتين بأنها بتكافئ السي 3، تمام. فأول سيمتري element موجود هنا هنعوض عنه بالسي 3، تمام. طب سيجما تربيع يعني معناها عملنا ريفليكشن على البلين مرة، وبعدين رجعنا عملنا ريفليكشن، عكسنا الريفليكشن اللي عملناه قبليه. طالما عملنا ريفليكشن مرة ورجعنا عكسناه بمرة كمان، يبقى وصلنا للايدنتيتي، تمام. يبقى سيجما تربيع بتساوي الايدنتيتي. يبقى انت ابتديت تحول السيمتري elements اللي قدامك لسيمتري element اخرى، والتحويل ده صحيح، تمام. اي حاجة مضروبة في الاي يعني الاي زي الواحد، تمام. فالسي 3 لما نضربها في الاي تكافئ سي 3. يبقى اذا اول اوبريشن انت عملتها ان لما عملت سي 6 تربيع، تمام، وصلت لان المركب بتاعك موجود فيه سي 3. ده اول استنتاج انت استنتجته عن طريق الجينيريشن، وهتستمر في الجينيريشن طالما الان بتاعتك ايفن نمبر، عدد زوجي، تستمر لحد ما توصل لحد اس ان اس ان، يعني لحد اس 6 اس 6. تاني حاجة هنعمل اس 6 3 مرات، يعني معناها سي 6 3 مرات، في سيجما 3 مرات، سي 6 3 مرات، معناها دوران بزاوية 60 درجة، وبعدين 60 درجة كمان، وبعدين 60 درجة مرة تالتة، يعني ده معناه بتدور 180 درجة كاملين. فانت تقدر تعبر عن السي 6 3 مرات بان هي سي 2 دوران 180 درجة، والسيجما 3 مرات يعني تعمل ريفليكشن وبعدين ترجع ترد للوضع الاصلي وبعدين تعمل ريفليكشن تاني، فانت انتهيت بان عندك سيجما، عملت ريفليكشن. حاصل ضرب السي 2 في السيجما اتش معناها اس 2 اوبريشن، ولسه قايلين حالا العلاقة اللي بتؤكد ان الاس 2 دي وان هي بتكافئ الاي. فانت تالت جينيريشن عملته للاس 6 بتاعتك، لما عملت الاس 6 3 مرات اكتشفت ان المركب بتاعك موجود فيه بوينت اوف انفيرجن، تمام. نستمر ف اس 6 نعملها 4 مرات، اس 6 اس 4، سي 6 اس 4 مضروبة في سيجما اس 4، سي 6 4 مرات تكافئ ان احنا عملنا سي 3 مرتين، 60 و60 و60 و60، تمام. فانت عملت 120 وبعدين 120، يعني تقدر تعبر عنها بسي 3 مرتين، تمام. وطبعا سيجما مش هنكرر، ان سيجما اس عدد زوجي معناها انك رجعت للايدنتيتي، واي حاجه في الاي هي نفسها، فاحنا مش هنطول في كتابه الحاجه اللي بقت مفهومه. نكمل الاس 6 5 مرات، معناها سي 6 5 مرات، في سيجما 5 مرات، سي 6 5 مرات هي نفسها او تكافئ سي 6 ماينس 1 مضروبه في سيجما. طبعا في سيجما فاضله معانا لانها اس عدد فردي، هتعمل ريفليكشن عدد فردي من المرات، هترجع سيجما معاك زي ما هي، تمام. اخر جينيريشن هنطلعه اس 6 اس 6 اللي هتساوي سي 6 اس 6 في سيجما اس 6. سي 6 اس 6 يعني بتلف بزاوية 60 درجة 6 مرات، سي ان اس ان بي هتلف 60 درجة 6 مرات، يعني وصلت لل 360 درجة، فانت وصلت للاي. سيجما أس عدد زوجي، فانت برضو وصلت الاي، والاي ضرب الاي هتدينا اي، تمام. فانت خلاص لما وصلت للاس ان أس ان وصلت للاي، هتتوقف عند هنا لان انت هنا وصلت للايدنتيتي بتاعت المركب، تمام. فانت هنا بدون ما ترسم المركب، مجرد معرفتك لواحد فقط من السيمتري elements الموجودة جواه انه عنده اس 6، انت قدرت تستنتج انه عنده كمان سي 3، عنده الاي، تمام. فدي عملتها ازاي؟ جبتها بواسطة الجنريشن. القاعدة الأخيرة بتقول لنا ان Sn can generate a set of 2n operations where Sn os 2n بتساوي ال e if n is odd number. يعني ايه؟ يعني ال Sn لو كانت ال n دي odd number، رقم فردي، فاحنا هنوصل لل identity بعد ما نعمل generation ل Sn os 2n، تمام. يعني مثلا اذا كان عندنا اس 5، فاحنا هنفضل نعمل جنريشن لحد اس 5 اس 10 على ما نوصل للايدنتيتي للاي، تمام. فالمثال ده هسيبكم تحلوه ان شاء الله، وهنحله ان شاء الله مع بعض في فيديو الخاص بالتدريبات. بكده بنكون خلصنا
كل المعلومات المطلوبة عن الـ SN element، وإن شاء الله هنبدأ في الـ point group في الفيديو اللي بعده.